مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، ها هي الانطلاقه لشوطنا الثامن في مجموع الاشواط بهذه الانطلاقات خاصه بالقعدان. هذا الشوط هنا بالتحدي، هنا بالاثاره، هنا بالانطلاق نتابع ونسير مع سراب سالم بن عبيد بن مبارك نجتبي على الصداره وعلى المركز الاول. المركز الثاني ياتينا الذيب سعيد بن ضبي بن راشد الدرعي، المركز الثالث ياتي حشيم عبيد بسالم بن يمعه الرومي، ووصل هنا وصل ايضا بلاك راشد بن عوض بن حارب بن مهيمير لكتبي المنطلق، وهناك ياتي مشغل خليفه بن يمعه بن عتيج الرميثي. يا سلام بهذا الانطلاق الجميل، الله الله، ولكن سراب المسيطر على زمام الامور. سالم بن عبيد بن مبارك لكتبي على الصداره على المقدمه وعلى المركز الاول وصداره هذا الشوط، بلاك على المركز الثاني، راشد بن عوض بن حارب بن مهيمير لكتبي على ثاني المراكز، المركز الثالث وصل مشغل، وصل مشغل هنا خليفه بن يمعه بن عتيج الرميثي يقدم لنا مشغل بهذا الانطلاق بهذا التحدي، ولكن هناك بن مبارك ينطلق على الصداره، سراب سالم بن عبيد بن مبارك نكتبي على الصداره وعلى المركز الاول وصداره هذا الشوط، ولكن القادم مشغل 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 قادم بكل قوه، عينه على الصداره، يبقي النقطه الثانيه في هذا الصباح المميز لاهالي السمحه هنا بهذا الانطلاق. الله لاهالي العشوش هذا الاداء الجميل، يا سلام التحديات الجميله، مشغل وسراب، سراب ومشغل، ولكن مشغل يتسلل الى الصداره الى المقدمه، سلاله مشغل انتاج المختبر. يا سلام التحديات الاخيره، مشغل وسراب، سراب ومشغل، ولكن هنا اللحظات الاخيره، سراب مشغل مشغل سراب، الله الله الله، تركن بهذا الانطلاق الجميل. المركز الثالث هناك بلاك راشد بن عوض بن حارب مهمير لقتبي، ووصل هناك الذيب سعيد بن ضبي بن راشد الدرعي على المركز الرابع بهذا الانطلاق والتوقيت الزمني، دقيقتين وتسع ثواني هو التوقيت الزمني الذي سجل مع هذا الشوط بهذا